ذاك العام ذاك يعني ذاك ما اعرفه عليها هذا جسر شيء يعني ممكن لا ممكن الصبر بس الناس تقول هاي السياق هاي شمال تفكر طايف البيت اللي هو قصف النظام اللي واقع صار ضمن انه واقع على الارض نجي عند صاحبه بهو وهو بيعرضه علينا بنروح نحن بنشتري منه بنكسره بنطالع حديده تمام وبعد ما نطالع الحديد بنبعته لمرحله ثانيه على سحابه او على الجلاسه بيروحوا بصيروا شو بيجددوا وبصيروا يعني يبيعوا للمدنيه هلا بتجينا لحظات انه بالهاد بتصعب عليه انه يفوت الباقر يهد او بتصعب انه واحد بده واحد يخاطر بحاله انه يفوت تحت الصب يهد العمود بحيث انه يطلع يهده ويطلع منه بسرعه يعني بحيث انه يكون مثل لمح البصر يعني بحيث انه اذا ضل جوا بتوقع عليه الصبه يعني بده يعرض حياته للخطر مشان انه ينزل الصبه هلا شوف يعني مثل هي الصبه ما عم تنزل معنا بده واحد يفوت تحتها اجبار يعرض حياته للخطر حتى انه ينزل العمود كتير صعب يعني وتكسير ويعني وهلاك كتير بس ما لقينا يعني شغلة أهول منا انجبرنا نشتغل هيك بشان نعيش أهلنا نشتغل الحديد بيجينا من الورشات عم يشتغلوا في المباني المدمرة بيجينا لهون من قصه من حمين بالفرن مارك شيخ بعد ما نحميه من درف له ليطلع معنا سيخ باتون سيخ الباتون بنرجع نحن بنطرحه بالاسواق بنبيعه كونه ارخص من السيخ الاوروبي